الحمد لله الملك القادر القوي المتين، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا أمام القصص الحق من مولانا الحق جل جلاله، نتأمل فيما ذكر به بني إسرائيل مما نجاهم به من مما يسومهم آل فرعون به سوء العذاب. وعلمنا أن النجاة وقعت لآبائهم وخطبوهم، وذلك أن النجاة آبائهم نجاة لهم، وأنه لو هلك آباؤهم لم يخلقوا، فإن من حدروا من تلك الأصل. هذا أمر يقتضي هذا الأمر تذكر الفروع والذريات نعم الآباء والأجداد، ويعدونها نعما عليه، فيرعون حقها بينهم وبين المنعم جل جلاله. ومن هنا يزداد كل عاقل بذكر فضل لآبائه حياء من الله وتواضعا لله ورغبة في الخير، والغافل يشطح ويتكبر ويعجب وينسى حق المنعم جل جلاله وما ينبغي أن يعامل به أمام النعم. وأيضا من اللطف في النظر وفي الخطاب أن يخاطب الذرية بما كان من شؤون من قبلهم من آبائهم وأجدادهم، وكأنهم الذين وقع بهم ما وقع بأولئك، أو فعلوا ما فعلوه إن كانوا ارتضوه، كما نقرأ في آيات فلما تقتلون أنبياء الله. والمخاطبون في عهد نبينا لم يدركوا أحدا من الأنبياء، إنما آباؤهم الذين قتلوا الأنبياء صلوات الله على ساداتنا الأنبياء، فجعل ذلك الفعل الذي ارتضاه الأبناء كأنه فعله. وكثيرا ما نرى العرب يقولون قتلناكم يوم كذا وكذا في وقعة حدثت قبل عشرات السنين أو مئات السنين، أي آباؤنا قتلوا آباءكم في تلك الوقعة. وعلى هذا الحال جاء القرآن الكريم يقول وإذ نجيناكم، كما خاطب البشر جميعا بنجاتهم من الطوفان الذي حل على الأرض فأمات كل ذي روح عليها إلا من في سفينة نوح. يقول سبحانه وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم، وليس أحد منا بجسده كان في السفينة. وخاطبنا بذلك لأننا جميعا من نسل الذين كانوا في السفينة، فكنا في أصلابهم، منهم من حدرنا، فجعل تلك النعمة نعمة علينا. فقال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي سفينة نوح، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وفيه أيضا أن التذكير لروح الإنسان بما جرى عليها وهي في عالم الأرواح مثمر ونافع، لنجعلها لكم تذكرة. ولعله ينبعث من الشعور ما يحصل به إدراك لحقائق في هذه الأمور، وإن كان ذلك عزيز ونادر ولأهله، ولكنه لا تزال الروح تحمل معان وذكريات مما كان في معهدها الأول، فهي تتذكر إذا ذكرت بوجه ولون ومعنى من أنواع التذكر. يقول وإذ نجيناكم من آل فرعون، يخاطب بني إسرائيل الموجودين في عهد نبينا ومن يأتي بعدهم، يقول نجيناكم من آل فرعون أهله وادخل فيهم أتباعه وجنده ومن وظفهم في تلك الوظائف يؤذون فيها بني إسرائيل. وإذ نجيناكم من آل فرعون،
يسومونكم سوء العذاب، يولونكم أشد الأتعاب والإيذاءات، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وينبغي أن يعتبر الإنسان أنه في كل وجهة وفي كل مكان وزمن دعاة إلى الطغيان وإلى الجحود بالرحمن وإلى العصيان والخروج عن أمر الخالق الديان، فهم كآل فرعون يسمون هذه النفوس سوء العذاب بقطعها عن الله وإيقاعها فيما تهلك بسببه، ولكن يتدارك الله بعنايته أهل التقوى وأهل الصدق وأهل الإخلاص فينجيهم من كل هذه الدواعي الشريرة، فلا يطيعون أحد منهم ويخرجون إلى حظيرة القرب والأنس وتكون العاقبة لهم. وفي تذكيرهم أيضا بحالهم في أول الأمر أنهم كانوا مستذلين وضعفاء وفقراء، إلا أنهم كانوا محقين، كانوا على حق، كانوا على تبعية للأنبياء، وجاءهم سيدنا موسى فاتبعوه، وكان فرعون في ملكه وغناه ودولته، فيقول أنتم الآن يا بني إسرائيل قد رأيتم كيف نقلنا أهل الحق من الذلة إلى العز، ومن الضعف إلى القوة، ومن المهانة إلى الكرامة، فإياكم أن تظنوا بما عندكم الآن أنكم ستغلبون محمد وصحبه فيما يظهر عليهم من فقر وحاجة وقلة في العدد وضعف في المادة الأهل، أنتم كنتم هكذا أذلة فقويناكم وأغرقنا عدوكم، فكيف تنكرون سنتنا وتظنون أننا اليوم سنترك أهل الحق في ضعفهم وعجزهم ونبقي فيكم قوة أو غلبة إذا عصيتمونا وخالفتم أمرنا وتنكرتم لما بينا لكم من وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخذنا عليكم بواسطة أنبيائكم العهود والمواثيق على الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وهكذا سنتنا في الحياة أننا ننهي ظهور وسلطة وعزة صاحب الباطل مهما كان، ونعز ونرفع قدر صاحب الحق والهدى مهما نظير إليه أنه ضعيف وأنه عاجز وأنه فقير وأنه لا يقوى، وبالنسب العقلية أنه لا يستطيع المقاومة ولا يستطيع أن يواجه الحال والواقع الذي يحياه، فإن سنتنا تعدل لكم النظر في هذه الموازين، وأن أصحاب الحق هم الأقوياء والغلبة لهم عن قريب أو بعيد. هذه سنة الله في هذه الحياة تغيب عن الأذهان كثيرا، وإلا قد يشهدها الإنسان في عمره القصير، كم يشهد ممن كان متبخترا متكبرا بقوة مادية أو عسكرية أو فكرية أو اجتماعية يطغى ويخالف الشرع ويظلم، فلا تمر السنوات إلا وهو مكبل وهو مستضعف وهو مهان أو محاكم أو مقتول أو مسجون إلى غير ذلك. كم يشاهد الإنسان في عمره القصير من مثل هذا، ثم يظل يغالط نفسه كأن القوة في المادة وينسى أن القوة في حسن الصلة بالقوي.
ولا يزال هذا الوهم يلعب بأصحابه إلى أن ينتهي وقت الوهم تماما بارتفاع الستائر كلها عن الحقيقة في يوم القيامة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. انتهى الوهم هناك وانتهى الخيال كله والظن الباطل، وعلموا القوة لمن ومع من. أما كانوا في حياتهم يظنون أن القوة بالمال أو بالسلطة أو بالجند أو بالشهرة أو بالمعلومات إلى غير ذلك، ولكن حقيقة القوة في الصلة بالقوي صاحب القدرة والغلبة وله القوة كلها، وما سواه إذا نسبت إليه القوة مستعارة على سبيل المجاز. ومن كان أصله عدم ويتقلب به الأحوال بغير مراده ويعدم من غير رضاه، أين له القوة؟ أين له القوة؟ ما هي القوة؟ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وهكذا ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة ونعلم أن القوة في عملنا بمنهاج القوي وهو الله جل جلاله وحسن صلتنا به بخضوعنا له وتذللنا وانكسارنا وحسن تأديتنا لمنهجه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فتلك هي القوة في الحقيقة، وإن ابتلي صاحبها بأنواع من الابتلاءات، وسير الأنبياء كلهم تحمل هذا المعنى. حتى أن هرقل لما سأل أبا سفيان قبل إسلامه أن في البداية يتبع محمد الأكثر ضعفاء أم أقوياء، قال ضعفاء الناس أكثر يتبعونه، قال وهم أتباع الرسل. صار أي يبدأ يتبعهم ضعفاء الناس في المادة في القوة الحسية في ما ينظر إليه أنه ضعف في حكم الحس والصورة، ثم تكون لهم الغلبة ولهم النصرة كما نقرأ في قصة سيدنا موسى نفسه ومآل بني إسرائيل، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه جل جلاله، نعم القوي الحق سبحانه وتعالى. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، قال وفي ذلكم بلاء. بلاء ذكرنا أن له معنيان، معنى النعمة والفضل، قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال سبحانه وتعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فيكون الإبلاء بالخير والنعمة كما يكون الابتلاء بالشر والشدة. وفي ذلكم بلاء، إن فسرنا الضمير في ذلكم والإشارة اسم الإشارة في ذلكم إلى النجاة أنجيناكم فمعناه النعمة، وفي ذلكم تنجيتكم وتخليصكم من أيدي من يسومكم سوء العذاب والمن عليكم مع موسى بالخلاص منهم نعمة كبيرة من ربكم جل جلاله ومن عظيم. وإن فسرنا الاسم الإشارة في ذلكم إلى الذبح واستحياء النساء وذبح الأبناء فمعناه وفي ذلكم بلاء أي شدة وعذاب وتعب من ربكم عظيم، أخلصتم منه ونجيتم منه على يد عبدنا موسى على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن الأكثر أن يستعمل لفظ البلاء في الشر، والأكثر
أن يستعمل فيه لفظ بلوته، وفي الخير أبليته. ففي بلاء الله في خلقه يعني صنيع فيه، فيكون بالنعمة أو يكون بالعذاب والشدة. فالإنسان مبتلى بالأمرين، قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فجعله ابتلاء بهذا وبهذا. فواجب المبتلى المختبر أن يطلب النجاح في هذا وفي هذا. وفي هذا أيضا الإشارة بقول سيدنا المصطفى: عجبا لحال المؤمن، إن حاله كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو يطلب النجاح في كلا الأمرين. والحق هنا ذكر القوم من بني إسرائيل بنعمته عليهم إذ نجوا من إسامة العذاب ومن البلاء العظيم. وإذا فسرنا البلاء العظيم بالشدة الواقعة عليهم، ففي تعبيره بقوله من ربكم إشارة إلى وجوب إدراك حقيقة الفاعل، فإن الأفعال تجري على أيدي الخلائق اكتسابا، ولكن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يقول: ولم يقل لهم وفي ذلكم بلاء من فرعون عظيم. ليست تلك الشدة بمجرد إرادة فرعون، ولكن حكمة اقتضتها إرادتنا في الخلق لأسباب قد يخفى منها ما يخفى، فسلطنا عليكم هذا العدو لكم كيف يصنع بكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم جل جلاله. حتى لا نشهد أن أحدا يقدر أن يجري علينا شدة من دون أمر ربنا سبحانه وتعالى ومن دون إرادته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فعلى التفسير الذي عليه الجمهور أن المراد بالبلاء هنا الشدة التي كانوا يلاقونها من مثل ذبح الأبناء واستحياء النساء وأنواع الإشغال بالمشاق والاستعباد والاستخفاف والاستهزاء والإيذاء، فإن في قوله بلاء من ربكم إشارة إلى أن مهما جرى من خير أو شر فمرده إلى الله الذي بيده الخير والشر والنفع والضر، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. نسأله أن يجعل مراده فينا خيرا، ويجعلنا من الهداة المهتدين الملطوف بهم المدفوع كل بلاء عنهم، والحمد لله رب العالمين.